لقاءات 4 انتصارات وتعادل وحيد، ودي كورة عميقة لكن تغطية حلوة من محمد حمدي. إيجولا يا ولد، عدى وفات وتسديدة جامدة، ترتد مرة تانية للقندوسي، يقدر يقدر، جول 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 جول، عملها عملها الجزائري وسجل أول الأهداف من أول المحاولات علشان أحمد القندوسي يفتتح التسجيل. أصدقائي مش قلت لحضراتكم لقاءات الفريقين دايما بتشهد أهداف، وآدي القندوسي وجمال القندوسي اللاعب المعار، لكن بص شوف الحكاية، تسديدة من نار ترتد للقندوسي، واحدة والتانية على شمال الشناوي. قلت لحضراتكم الكلين شيت مش مضمون في مثل هذه اللقاءات، تسديدة قوية والوحده تماما تماما تخبط في أحمد سامي وتغير اتجاهها، تسديدة القندوسي علشان القندوسي يفتتح التسجيل ويتقدم أصدقائي لسيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء. ارتفعت الأخطاء وضربة حرة مباشرة في مكان خطير، هنشوف الكلام، اتسددت في رمضان. محمد عادل جندي مجهول، محمد شكري، تسديدة قوية، جول 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 جول، يا عيني يا عيني يا عيني، خلص الحكاية. ولكن بص شوف المفاجأة على أيمن الرمادي، هي القدم اليسرى التالتة تبتة لمحمد شكري في الدقيقة الثانية بلس 90، القدم اليسرى تضيف الهدف الثاني علشان تؤكد التاريخ وتؤكد الأفضلية. بالتخصص يا حبيبي بالتخصص، آخر اللقاءات شهد التفوق لسيراميكا، وعادي التسديدة عدت من تحت إيدين الشناوي، وهنا حارس يجيد وهنا حارس يخطئ، والأفضلية لمصلحة سيراميكا كليوباترا بهدف قاتل خلص الكلام ونهى الحوار لمصلحة سيراميكا كليوباترا اللي النهاردة أعلن عن نفسه بقدراته بإمكانياته بمديره الفني بلاعبيه بخبراته وتكتيكه داخل